لا في مهارات تانية. زي ايه؟ بحب العب كورة. طيب قبل ما نروح للكورة ولعب الكورة، تعال الأول نحاول نعمل مسألة حسابية كده مع بعض. ماشي. ايه رأيك؟ جاهزين؟ جاهزين. ممكن اروح اجيب الآلة الحاسبة دي واجيلك؟ ماشي. اوكي. انا هبعد عشان ما اكونش بغص من الآلة. ماشي. لا خليك زي ما انت، لو انا مأمن نفسي يا اخويا وانت فاكرني بقى هتتعرف تضحك عليا. هنقول اربع ارقام، 7 5 2 7. اه. في 6 equal 4 5 1 6 2. ودينك. احلم. طب يعني ممكن انت دمرتني يعني شعري، الحمد لله ان انا جاي قبلك وشعري واقع. طيب احنا هنعلي الليفل شويه ونزود الارقام شويه. ماشي. ممكن نضرب كم رقم في واحد مثلا؟ 5 في 1. 5 في 1. طيب هنقول مثلا 2 5 6 4 1. 5 6 4 1. اه. هنقول في 3 ايكول 7 6 9 2 7 6 9 2 3 7 6 9. يا نهار ابيض يا نهار. دمرتنا. ليه؟ طب انت بتحسبها ازاي؟ يعني سيبك بقى من الآلة الحاسبة وخلينا ايه، اخش جوه الجمجمة دي. عايز اعرف انت بتحسبها ازاي؟ يعني انا لما بقول لك ارقام انت بتكلكليت الموضوع ده ازاي؟ مثلا انا معايا الارقام، كل يعني مثلا الرقم اللي هو صغير ببدا بيه الاول اضربه فيه كله. مثلا 999 by 7 7 by 9 6 3 7 by 9 10 6 3. هيبقى كده مجموعة معانا 693 7 by 9 10 equal 6 3، يبقى 6993. طب ممكن يا عمرين وتقول لي ايه الجوائز اللي انت خدتها في رحلة حياتك الكبيرة؟ انت عندك 45 سنة صح؟ اكبر من كده. اكبر من كده؟ أكبر من واضح كده. يا معلم. طيب ممكن اعرف يعني ايه الجوائز اللي انت خدتها؟ أخدت 5 ميداليات من مسابقة تايوان، كنت طالع فيها الأول. المسابقة دي اسمها إيه؟ أوياما. أوكي. دي كان في المسائل الحسابية المعقدة يعني، ولا كانت في التالنتس، ولا كان في؟ لا في المسائل الحسابية. أوكي. ودي خدت فيها المركز؟ الأول. أوكي. دي المسابقة الأولانية. المسابقة التانية بقى عمرينو، أنا دخلت مسابقتين لبنان طلعت فيهم الأول برضو. كانت مسابقة برضو للعباقرة الصغار اللي زي حضرتك كده. اه.